السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اليوم في مخيم واوسي لمتضرر الفيضان في الغرب مع اخونا الشيخ اسمك صلاح الدين محجوب الخليفة. احنا عايزينك تقول لنا كم عدد الموجودين هو وايه احتياجات الناس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بزيارة البروفيسور البنا، ونحن يعني نصف حالتنا بعض بعد السيول والأمطار، لأننا تعرضنا طبعا لكارثة غوية أدت إلى نزوح غرابة 150 أسرة وتواجدت هنا، ومنذ عام 19 توجد 135 أسرة سبقتنا في العام السابق. كل المجموعة هذه تضررت تضرر كامل واعتلت ما ذكرت العددين. أما الآن ما حدث الآن من هنا أن يقدم ما يمكن أن يقدم في مجال الإيواء. نحن الآن نعاني من مشكلة الإيواء والإسكان معاناة شديدة تتمثل في إقامة غرفة واحدة وحمام ومطبخ. لو توفر هذا الدعم نكون شاكرين، ونتمنى لهذه المنظمة الواسعة الانتشار في كل أرجاء العالم استمرارية العطاء وزيادة البذل، وربنا يتقبل كل شيء، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خير. أخونا عادل يوسف فراج هلال الأحمر السوداني. السوداني نعم. تفضل. حقيقة المتضررين في منطقة واوس غرب هنا زيهم زي بقية الغرة الثانية، كان جات الفيضانات وتسببت في انهيارات كاملة بالنسبة للبيوت بتاعتهم، وتم ترحيلهم بواسطة الهلال الأحمر السوداني، وبالتضامن مع الهلال الأحمر الكويتي انتقلنا للمنطقة دي وبدينا في إسكانهم بواسطة خيم. لكن لسه الناس محتاجة للإسكان الحقيقي اللي هو بمواد ثابتة، على أساس إنه تاني ما يرجعوا للمنطقة اللي حصلت لهم فيها الانهيارات المرة السابقة. شكرا جزيلا. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي عرف العوض أحمد من منطقة واوسي غرب، متضرري الفيضانات. نحن الآن موجودين مع أسرة أحمد عباس، نحن 6 أسر محتاجين مساعدة للإيواء وصرف صحي. عدد الأسر الكل لمنطقة واوسي غرب 380، كل الأسر المتضررة في الفيضان في 2019 و2020. المنطقة بالكامل اتدمرت دمار شامل، كل المواطنين ممتلكاتها موجودة في المنطقة جوا اللي هي تبعد من المكان ده 4 كيلو غربا، موازية لشاطئ النيل. كل الناس فقدت ممتلكاتها ومناطق الإيواء بتاعتها. الآن هم موجودين في المخيم، والمخيم ما كافي للأسر، يعني عدد الخيم 150 خيمة، بقى كل شنو 10 أسر 6 أسر 7 أسر موجودين في مكان واحد. يعني حتى المعدات بتاعت الطعام هم فقدوها. انت ممكن تمشي هنا شوية وتصور الثلاجات دي طلعت يعني كده بقت ما صالحة للاستخدام، البوتجازات، أنابيب الغاز، يعني كل المطاهي بقوا فاقدين كل شيء. يعني الناس طلعت بالحاجة اللي لابسها بس، فمحتاجين مساعدة الحاجات دي يعني. لكن أهم حاجة إعادة التشييد وصرف صحي، حاجات لإعداد الطهي. ونشكركم جزيل الشكر على ما قدمتوه لنا ووقفتوا معانا وأسعدتونا في محنتنا، وربنا يجعل في ميزان الحسنات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا today we are in West City واوسي camp and area sitting next to Arafa. Arafa in this building, this is her uncle's house, and he has 6 families to live with him in here in this house. 6 families, you can imagine how many people are living in this house. And in the camp, which we're going to visit later on, will be about 380 families, yani about nearly 2,000
people living in the camp. And because there's not much tents to accommodate the people, sometimes 5 or 6 or 7 or 8 families live together and make some shelter for themselves together. There's nothing they can have nowadays. The clean water supply, the food supply, and all these sort of things. And what they need urgently to go back to build their houses and live in dignity in this area as they used to live before. Arafa saying that actually with COVID we have to be extremely careful to look after our hygiene, our health, and our children as well in this area. So really they have been suffering for the last 7 weeks, nearly 7 weeks, living in a very overcrowded spaces to allow them to survive together after losing everything. They lost everything. They could not be able to take anything from their houses when the flooding came to destroy their houses. What they want, as I mentioned before, a room, a shelter, to build their room, to live, and to live in dignity, like many other people living. They don't want something fantastically expensive, as sometimes people think. They just want to live in dignity. They want to live in dignity and they want to live in dignity. The problem with Sudan is no media is covering the issue of the plight of the people of Sudan, whether it's in Khartoum or in the other 17 districts in the whole country. There's no media interested in them. Even so-called Muslims and Arab charities, they are doing their best, but there's no much media coverage. And we need governments. We need more fund. We need governments to help. We need more fund to be given to United Nations agencies to enable the people to rebuild their houses and to rebuild their life again. And I thank you for being patient with me, but the Sudan issue is talking about the real discrimination against the Sudanese people who need somebody to help them. They don't want to become bigger, but they want to live in dignity as well. They want to live in dignity. Thank you very much. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.